كنت رايح اقعد على القهوة كالعادة، وكنت الوقت ده متضايق جدا بسبب ضغط اهلي عليا، لان انا في ثانوية عامة وانا في الوقت ده لا بذاكر ولا بروح دروس ولا مدرسة. فقلت اما اكبر دماغي وما شايلش نفسي همي لان انا لسه صغير، وامسك الموبايل العب فيه شوية. بس وانا ماسك الموبايل حصل معايا حاجة غريبة جدا، لقيت صورة شخص شكله غريب وبيدعي ان هو عالم الكون لتغيير المستقبل. انا طبعا ما ترددتش وقلت اما ادخل اكلمه ممكن يغير لي مستقبلي بدل ما انا هسقط هنجح. وفورا بدات افكر اكتب له ايه ولا اقول له ايه عشان يقدر يساعدني، وهوب جيت لي الفكره وقلت له ممكن مساعده، والمفاجاه انه رد عليا وقال لي اتفضل. انا على طول بدات اقول له كل اللي بخاطري وبعت له فويس وقلت له يا ريت حضرتك تعرف لي اذا كنت انا هنجح ولا هسقط عشان اكون مهيئ نفسي للوقت ده. بعت له رساله من هنا وفضلت قاعد مستني رد منه، وكنت بتخيل نفسي لو هو هيرد عليا ويقول لي انت هتسقط ما كنتش عارف هقول لاهلي ايه. بس من حسن الحظ لقيته بعت لي رساله وبيقول لي انت هتنجح. فورا رديت عليه وقلت له بجد شكرا جدا، وفورا قمت قايم من على القهوة واخد بعضه ورايح على البيت عشان اجهز الكنز والجاتو ليوم النتيجة. وجبت النتيجة وانا متضايق جدا لان مش عارف انا ازاي انا سقطت رغم ان انا حليت في الامتحانات والاول مرة كنت حلو، وكمان جايب درجة وحشة جدا واول مرة جايبها اللي هي 30%، رغم ان كانوا كل اصحابي مغششيني وكانوا مش مخليني محتاج حاجة خالص. في الاخر اجيب 30%، اخدت بعضه وعلى طول رحت قعدت عند البحر. فورا بدأت اطلع الموبايل من جيبي وما كانش قدامي حل غير عالم الكون ان اصور له النتيجة وابعتها له واقول له ازاي انا سقطت رغم انك قايل لي اني هنجح. وفورا مسكت الموبايل وبدأت ان انا اصور النتيجة، وفورا صورت النتيجة من هنا وبدأت ان انا افتح الواتساب وابعت له صورة النتيجة، وبدأت كمان ان اسجل له فويس واقول له ازاي انا سقطت وجبت المجموع الوحش ده رغم انك انت قايل لي ان انا هنجح. واستنيت شوية لحد ما رد عليا، وكان رد عليا صادم بمعنى الكلمة. انا لتغيير المستقبل وانت كنت هتنجح، بس انا غيرت المستقبل ليك وشكرا لتواصلك معانا. انا هنا اتصدمت بمعنى الكلمة وكنت في حالة ذهول، وبدأت اراجع الذاكرة وافتكر اسمه من البداية، عالم الكون لتغيير المستقبل.